ربنا بعت لك الدعوة دي. أيوة ورب الكعبة، الدعوة دي من نصيبك يا اللي بتشوفني دي الوقت وبتسمعني، إن كنت ذكر أو أنثى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يديك الرزق الكتير ويعوض صبرك خير ويكفيك شر الأوجاع ويشرح صدرك ويستر عيبك ويملى جيبك يا رب العالمين، ويغفر ذنوبك ويستر عيوبك ويكفيك شر ولاد الحرام وشر الحاكم الظالم وشر النمامين وشر السحر والساحرين. ربنا يديك العمر الطويل والرزق الكتير ويكبر بخواطركم ويخلي لكم أولاد ويجعلهم من حمل كتاب الله البرين بوالديهم، ويرحم موتاكم ويشفي مرضاكم ويرحم كل جسد يتألم ولا يتكلم. صلوا على النبي وأمنتكم بالله، ما تنسوش تعملوا